هلا سيدي الادريسي، انت ما نقول شعللت انت، يعني هي الصوفيه بس الفياضي عالم ازهري معترض لك يوم يكون مزاجه حلو وامس والله يحبك سال عنك وينه وين يصرخ بالليل. المهم سيدي يقول لك سيدي الحلبي يسالك سيدي الادريسي، هل انت تدبر؟ نعم يقول لك الادريسي انت تدبر، هل انت تدبر؟ قال لي سال سيدي الحلبي. تترك التدبير؟ هل وصلت لمرحلة ترك التدبير؟ هل سقط عنك التدبير؟ التكليف نفس التدبير سيدي، يقولون بعض يتهمون الصوفية لما سيدنا محمد سلم سقط عنهم التكليف. التكليف هو اللي الصلاة والصيام والحج والزكاة وكذا. على العموم انت طرحت موضوع وهدفك لوجه الله تعالى واحسن، خلي يصير حوار عقلاني ومؤدب وصوفي. خلي يا رب يا رب، احنا ان شاء الله نجمعك انت والحجازي والحلبي والفياضي يوم مزاجه رايق انت عد عليك سجل. كنا على قولتهم غزالته رايقه، انت قاعد معاه وسجل لنا المراضي اللي يقول رايق. يقول تهبل. بس يحب